فبارك الله فيكم، أحيانا كما أقول لكم موضوع السرقة يخترعون بدعة في السرقة، وهي بدعة الاستفادة والتضمين. التضمين ليس سرقة، تضمين الكلام معنى معين عند غير واحد أو عند عالم هذا لا يسمى عند العلماء سرقة. التضمين ليس السرقة. طيب، أنا الآن أريد أن أجمع مقالا، فوجدت شخصا كتب في الموضوع الذي يريد أن أعمل فيه محاضرة أنا عن اتباع السنة، وجدت أكثر من مقال في النت، حرام أقرأ يعني؟ ولا أجي أقول للناس والله فلان يقول في مقالي؟ لا، أنا أقرأ، يعني هذه النصوص أراجع النصوص، أنا أقرأ القرآن وراجع الأحاديث وراجع الآثار، أتأكد من ألفاظها خلاص. هذا مثل الفهرس، مثل الكمبيوتر، يعني أنا أقول حدثني جوجل، إيش يا شباب تريدوني أن أقول حدثني جوجل وحدثني الكمبيوتر وحدثني برنامج الشاملة، أو تقول المرجع برنامج الشاملة؟ إيش هذا الهبل؟ اتهام الشيخ فركوس بالسرقة نوع من الهبل عند بعض الشباب، وهذا من اختراع الصعافقة. يا إخوة شوفوا شغلة ثانية، تريد ترد على الشيخ فركوس؟ رد بعلم، رد بالأدلة، لا تأتي تتابع الصعافقة على بدعة ابتدعوها سموها السرقة العلمية. الشيخ فركوس إذا جاء ونقل بالحرف الواحد كلام فلان من ألفه إلى يائه، أو اقتبس عبارة ليست له أو هم أنها له، وقتها تعالي قل لي لا الشيخ فركوس سرق. معظم الأمثلة، بل جميع ما اطلعت عليه، كل ما اطلعت عليه عبارات اقتباس. اقرأوا في كتاب الشيخ في مسألة العذر بالجهل وكتاب عماد فراج، بالتضمين جعلوه ماذا؟ سرقة. تضمين ليس له علاقة بالسرقة، يعني قرآن، أنت تريد القرآن حكر على عماد فراج، الأحاديث حكر على عماد فراج، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام المفسرين، ذكر القراءات، وأخي ما في مقارنة. الشيخ فركوس يقرأ ويبين لك أنه قرأ الكلام ورجع لكلام شيخ الإسلام وزاد فيه فوائد، يقول عن القدرية وكذا، الشيخ فركوس يزيد عبارة قبل ذلك يبين أنه قرأ الكلام، هذه ليست سرقة يا إخوة. لذلك أنا أقول لكم اليوم أنتم تجتهدون، هذه قناة تنوير الحوالك ولا غيرها، أنا أنصحكم يا مشايخ، والله أنصحكم لوجه الله، ما أريد منكم جزاء ولا شكورا، أنتم الحين تبحثون عن أشياء لتدينوا بها الشيخ فركوس بالسرقة، نفس أسلوبكم هذا سيسلكه الصعافقة الأولون والجدد وجدد الجدد، ثلاث أنواع سيسلكه لكم الصعافقة السابقون والصعافقة الجدد، وسينشأ لكم نشأ جديد بإذن الله يرمونكم أنتم بالسرقة. وأنتم تعلمون في موقع الصعافقة القدامى يوجد مقال خاص باتهام الشيخ الأزهر بالسرقة بنفس الطريقة، اقتباس، يقولون الشيخ فركوس، الشيخ الأزهر سئل عن مسألة في الصلاة فجاء بفتوى المنجد ولا موقع إسلام ويب ولا كذا، وسرق الفتوى ونسبها إلى نفسه، نفس الطريقة هم يسلكون هذا في اتهام المشايخ، فلا تجعلونا يعني في منظر غير لائق. أنا أنصحكم لوجه الله، أنا أنصحكم لوجه الله، اتركوا قضية السرقة، بل دافعوا عن الشيخ فركوس بالحق وبالأدلة والبراهين، لا تدخلوا في هذه القضية، نصيحة لوجه الله، لا تشمتوا أهل الباطل بكم، أنصحكم لوجه الله.